مع استمرار القتال في ضواحي كييف وقصف المباني السكنية داخل المدينة وقتل ما يقرب من 2200 شخص في ماريبول المحاصرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية، ما زال نزوح ولجوء اللاجئين الأوكران متواصل إلى دول الجوار كالمجر ومولدوفا ورومانيا جنوبا وهذا البلد أي بولندا. وفي طريقة لحث المزيد من البولنديين لاستقبال اللاجئين، يحصل المواطن البولندي الذي يستقبل لاجئ أوكراني في منزله على مساعدة مالية من الحكومة البولندية تقدر ب40 زلوتي، وهي العملة المحلية، أي ما يقارب $10 يوميا. ومن شروط الحصول على هذه المساعدة المالية أن يثبت الشخص البولندي بأن اللاجئ الأوكراني يعيش في منزله وله غرفته الخاصة به ويقدم له 3 وجبات يومية. وتعمل السلطات والمؤسسات الخيرية البولندية على توفير مأوى وطعام للاجئين الذين تتزايد أعدادهم يوما بعد يوم. من هنا، من هذه البوابة الخضراء أو معبر ميديكا كما يسمى، يدخل يوميا آلاف الفارين من أوكرانيا إلى هنا، أي الأراضي البولندية. وبعد إنهاء إجراءات دخول هؤلاء اللاجئين، يتم إرسالهم إلى مراكز الاستقبال أو الإيواء المنتشرة في إبشيمش أو كروشوفا داخل الأراضي البولندية. وباتت السلطات المحلية تشكو من قلة الأماكن المتوفرة لاستقبال النازحين، ولا سيما أن المراكز باتت مكتظة بهم، فلجأت إلى المدارس والمستشفيات لإيوائهم. في بداية الحرب في أوكرانيا، كان عدد الذين يدخلون الأراضي البولندية من أوكرانيا ما يقارب 60,000 شخص يومياً من هنا من معبر ميديكا. أما اليوم ما زال التدفق لكن أقل وتيرة، إذ يدخل ما يقارب 20,000 لاجئ أوكرانياً يومياً. هذا ما رصدنا هنا منذ يومين، وقد يرتفع هذا العدد إلى آلاف مضاعفة إذا استمرت الأزمة داخل الأراضي الأوكرانية وتدفق المزيد من النازحين في أسرع لجوء في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. من المعبر الحدودي بين أوكرانيا وبولندا، ليث بزاري، العربية.